السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أعضاء نادي مهندسي الأردن. درس هذا هو الدرس الثاني بموضوع الأدفانسد دريبد سلاب. طبعا هو إجابي لسؤال، هو مش سلسلة وإنما هو فكرة، واليوم راح ننهيها إن شاء الله ونكمل نرجع لدورتنا الرئيسية اللي هي المرحلة الثانية والتسليح والأنوتيشن والتاجينج والجداول وحصر الكميات. الآن بس احنا عملنا نمذجه وعملنا شو وحكينا شو الفروقات ما بين الطريقتين في نمذجه الريبد سلاب في الريفت. اليوم ان شاء الله راحين نحكي عن تسليح التي سكشن ونشوف شو الفرق بينه. طبعا احنا حكينا انه الريفت، برنامج الريفت ممكن انمذج فيه اي شيء، وانما هو انه طريقه اليوزر في فهم هاي الاشياء. احنا الان اللي بنشتغل على الريفت احنا عباره عن موديلر، يعني منمذجين. المنمذج وظيفته انه يفهم اليوزر اللي بده يقرا المخططات ويوصل له الفكره انه هذا الشيء هو مثلا يعبر عن سلاب، يعبر عن عن كولومز، يعبر عن بريدج، يعبر عن بيم، يعبر عن فوتينج، واتيفر. الان احنا وظيفتنا هي نوصل المعلومه لليوزر، فاليوزر ما إلوش علاقه بانه شو استخدمت بالنمذجه او ما استخدمت. اللي بدي احكيه بعد هذا الكلام كله، الآن بدي أستخدم طريقة ثانية. مش إحنا حكينا إنه إنه الريف إنه إنه التي إنه الريبد سلاب هو عبارة عن تي سكشن مثل ما إحنا شايفين. طبعًا اللي هو عبارة عن تي سكشن، عبارة عن تي سكشن وبينهم ريبد. طبعًا المسافة ما بين سنتر الريبد وسنتر الريبد اللي هي كم؟ سنتر الربد وسنتر الربد طبعا في مواصفة بس بدي أحكيها لكم حسب البي اس كود، اللي هي حسب البي اس كود 8110 إنه المسافة ما بين كل ربد وربد، يعني ما بين كل تي سكشن وتي سكشن، ما تتجاوز ال 500 مل. هاي نأخذ بعين الاعتبار طبعا حسب الكود اللي بنستخدمه احنا. تمام، الآن مقطع الربد سلاب اللي هو لو حكينا إنه هذا الشكل، هذا الشكل شايفينه. تمام، الآن مقطعه هو 125، البيم كامل هو الهايت 200 مل. تمام، والريبد سلاب هي بتعتمد على كم مسافة الرب، كم مسافة الربس أو أبعاد الهول بلوك. طيب اللي هي الهول بلوك اللي هي هاي، حتى إني في مقطعنا اسمه النوتش اللي هي هاي الجزئية وهاي الجزئية. طيب نرجع على الريفت تبعنا ونعمل بيم بسيط، نعمل إطار بيم خلينا نحكي، يعبر مثلا نرسم فيه السلاب ونرسم فيه حدود الربد سلاب. لنختار مثلا 400 في 800، بدي اعمل ايديت تايب دوبليكيت واسميه مثلا 1. بدي البي ب 400، البي 400 والهايت يكون مثلا 300 خليه مثلا، او نخليه مثلا 500. تمام، طبعا قبل كل شيء اللي هو البروجكت يونت، تمام. الان بدي ارسم البيم تبعي، البيم تبعي بس بدي احطه لحتى اذر، لحتى اني اميز. الان بدي احطه عفوا بدي ارسم سلابي، انا بدي ارسمها 5 ب 6 مثلا، ب 5 ب 6 انتر. تمام، طيب الان احنا رسمنا البيمز، رسمنا البيمز اللي هو الطرفيات. تمام، الان بيناتهم انا بدي ارسم السلابي تبعي. خلينا نشوف ال 3 دي، نشتغل بال 3 دي كمان، نشيل الاناليتيكال موديل، نشتغل على الشيدد ونشوف الموضوع. الآن السلاب، السلاب هي بتركب وين؟ على حدود البيم الداخلي، صح؟ لأنه البيم في الموقع هو بنصب أو بتطوبر من ضمن السلاب. تمام؟ من ضمن السلاب، خصوصا البيمز الطرفي. فالآن أنا السلابي أول شيء هي من الوجه الداخلي للوجه الداخلي. نرجع على البلان، فأنا السلاب بدي إياها من الوجه الداخلي للوجه الداخلي. الآن بدنا نحكي بيم سيستم. تمام، نروح على البيمز تبعي أشوفه، مش موجود. بدي أرجع على structure،
على بيم، اعمل لود فاميلي، اختار تي سكشن بيم، تمام، واعمل لودد. طيب الان اللودد البيم موجود عندي، الان بدي اعمل ايديت تايب او نروح على ستراكشر بيم سيستم، تمام، بيم سيستم تي سكشن ايديت تايب، عفوا بيم سكشن تي سكشن هون، بدي اعدل في معادلة البيم التي سكشن، برجع على بيم، على بيم تي سكشن ايديت تايب دوبليكيت، اسميه مثلا داش ريب، تمام. الان نفتح الصورة اللي انا ارفقتها معكم مع ال اللي انا ارفقتها مع، طيب روح على document اللي هي تي سكشن، حتى اني اعرف اعدل شو اللي بدي اعدله. الان انا البيم هايت، البيم هايت البيم ديبس عفوا 300 هون بالتيبيكال، لون ال 300 اذا بدي اعمل حسب المثال الموجود عندي هون، فانا بدي اعتبر الهايت ايش هو البيم ديبس 200 ملم، لا بدي اخليه ايش، بدي اخليه 300، تمام. الان الفلانج ويدث 500 بامكاني اعمله ايش، متر، خلينا نعمله متر ونشوف. الفلانج ويدث اللي هو متر، تمام. الان عندي هون نوتش ديبس نوتش ويدث، بديش اغير عليهم، اخليها هون، تمام. طيب نيجي الان على البيمز، على الاستراكشر بيم سيستم، واختار تي سكشن اللي هو ريد، تمام. طيب الان الجستيفيكيشن اخليها من beginning، من البدايه، اللي هي المسافه بوينت نص متر، تمام. طيب لاحظوا الان بلش يرسم لي في حدود البيم، بلش يرسم لي في حدود البيم. الان لو عملناها from center to center بيرسم لي من center الربد لسنتر الربد تكون 500 ملي. طيب الان بدي اختار ايش السيستم وكليك مثل ما تعلمنا، الان رسم لي ايش ال بيم سيستم تبعي. الان نشوف ال 3D. طيب هذا ال 3D، طيب الان بدي اشوف اعمل اوكي على البيم، بيم دايركشن نوت سبيسيفايد، مش مشكله اللي دايركشن للبيم كيف التحميل، لذلك ما نزل لي اياه. طيب نرجع نعمل اندو او بيم دايركشن، من نرجع على الليفل بيم دايركشن ونحدد باي بيك بوينت بيك وول، عفوا نختارها هون، تمام. نعمل كيز سكتش از امبتي، اها طيب اوكي ما فيش مشكله. الان نرجع على الباوندري لاين، نحدد المساحه اللي بدها تغطيها تمام. طيب لو عملنا اوكي الان رسم لي اياها، الان نشوف ال 3 دي، لاحظوا انه الريبس في منطقة مختلفة تماما. طيب نعيدها من جديد، خلينا نعيدها من جديد. نعمل اندو لغاية ما نرسم البليسمنت، تمام. طيب الان بدي اغير، غيرنا احنا في مقطع تي اذا بدنا نغير فيه. الان بنروح على بيم سيستم، اختار تي سكشن، تمام، اذا عندكم تغيير فيه. الان المسافه
تخليها 0.5 مليمتر. سكتش باي بيم، احنا اوتوماتيك لا بدناش الاوتوماتيك. فروم سنتر فروم بيجينينج، نختار سكتش بيم سيستم، نختار هون، نختار هون، تمام. بعدها نعمل ايش؟ اوكي. الان رسم للرب، الان اشوفها بال 3 دي. لاحظوا الان في مسافه فاضيه، لاحظوا انه التي يعني لو شفناها نعمل سكشن، نعمل سكشن ب هيك اتجاهها، نعمل سكشن بهذا الشكل، تمام. ونعمل موديفاي ونروح نشوف نفتح سكشن. لاحظ هون بس سيلكت انتاير بروجكت، نعمل الو هايد اليمنت، تمام. نشوف السكشن، اوكي بسكشن ماشي. سلكت انتاير كمان لان مختاره بس بالفيو، سلكت انتاير بروجكت، نعمل له هايد، نرجع على سكشن، طيب ليش مش ظاهر السكشن؟ ما فيش مشكلة، بنشوفها بال 3 دي. يس بنشوفها بال 3 دي. الآن بعمل سيلكت، هاي هون هايد إليمنت، وهذا هو الرب اللي عندي. شوفوا المسافات الآن من السنتر تو سنتر 500، السنتر تو سنتر نص متر، تمام. الفلانجة اللي هي 500 مل حسب الصورة، يعني استخدمت الديفولت ما عدلت، تمام ما عدلت. الآن ظلت عندي المنطقة اللي هون اللي هي المنطقة المفتوحة، لو رجعنا عملنا ريست عملنا ريست للفيو، تمام. ظل المنطقة هاي المفتوحة ما فيهاش مشكلة أصلا، نقدر نعملها بحيث انه نغطيها بايش؟ بسوليد سلاب، بسوليد سلاب بهاي الطريقة. بنروح على ليفل 2، نعمل ريسيت كمان، تمام. المنطقة لاحظوا انه هذا ريبت، لاحظوا انه المسافة بس اللي هي هون. طيب الان بس بدي اللي هون سلكت انتاير اللي هي المنطقة اللي هون، بقدر اعملها انه من الفلور ستراكشر، تمام. ومن هون وبهاي الطريقة وبعمل إلها أوكي. الآن الأناليتيكال موديل، بديش الأناليتيكال موديل أنا لأنها أعطاني مشكلة إن الأناليتيكال موديل راح هي مسافة صغيرة، بالتالي الأناليتيكال موديل فيها مشكلة، ما بديش إياها الأناليتيكال موديل. أصلا أنا راسمها في منطقة الخاطئة، عفوا يعني شايفين اللي هون. طيب مو مشكلة، نعمل إلها موف من الليفل هون، هي نعمل إلها موف أو نعمل إلها أندو، هي المنطقة اللي هون بس نعمل عليها شيفتينج، نعمل عليها شيفتينج صح لحتى نرسم المنطقة الفاضية اللي هي هاي، إذا إحنا بحاجة المنطقة الفاضية اللي هون، تمام. طيب لو رحنا على ليفل 2 لحتى نشوفها وعملناها جيدد، رحنا اخترنا هاي وعملناها شيدد، تمام. الآن أنا بدي أغطي هاي المنطقة بالمسافة إياها أو بدي أعدلها بكي سكشن، واتيفر لا نضيع وقتنا بهاي الأفكار، لكن هاي المشاكل اللي بتصير. الآن بدنا نعمله، بدنا نسلح هذا التي سكشن، بدنا نسلح هذا التي سكشن.
لاحظ بال 3D لو رحنا على hidden عفوا wireframe لاحظوا انه الرب في المسافة هاي، لاحظوا انه الرب بالمسافة هاي تمام بالمسافة هاي. لان لو رحنا على east كبرنا الليفل لحتى يحتوي المنطقة كلها تمام. رحنا عملنا selection لهذا البيم select entire project وعملنا له height element. الآن الرب تكون موجودة هون، كل تي بغطي الثاني، كل تي بغطي الثاني في أي منطقة السلاب. بإمكاني هل يجوز إني ما أستخدم البيم سيستم؟ نعم، إني ما أستخدم البيم سيستم، أروح أعمل كوبي 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 بهاي الطريقة. باجي هون بحط البوردر تبعي، مش أنا بس مستخدم اللي هو التي سكشن، فأنا الآن شو بعمل؟ بعمل كوبي بيست لمين؟ للبيم. بعمل بيم واحد اللي هو تي، بعدها بعمل كوبي 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 بيست كوبي بيست، بالتالي أنا بحصل إيش؟ نمذجة للريب سلاب. طيب الآن نرجع بدنا نسلح هذا البيم، بدي أسلح هذا التي سكشن. الآن بدي أسلح التي سكشن. التي سكشن ما بيشتغلش معه النافييت ولا شيء، فالآن بدي أستخدم إيش؟ من الستركتشر أستخدم الريفون. الآن خلينا نروح على الـ 3D تمام؟ أو على الـ East خلينا نحكي ونشتغل على هذا البين. طيب على هذا البين بعمل select تمام؟ في عندي هون بتطلع ريبار. قبل الريبار لازم أحدد إله إيش؟ أحدد إله الكفر، أحدد إله الكفر. الآن من قائمة بروبرتيز في عندي هون ريبار كفر، خلينا نكبره. ريبار كفر توب فيس بوتوم فيس اذر فيس تمام. الآن الكفر اللي هون احنا حكينا انه المسافة مسافة الويب عرض الويب هو 500 نص متر تمام، نص متر ناقص ال 20 سنتي 50 سنتي ناقص ال 20 ناقص ال 20 بصفي عندي كم؟ بصفي عندي 10 سنتي، بصفي عندي هاي 10 سنتي. فالان الكفر اللي بدي استخدمه كم؟ لو حكينا انه بدي استخدم اللي هي 5 مل، 5 ملي 5 ملي اللي هي الكفر على طول التي سكشن اللي هي المسافه المسموحه الي لحتى انه حبه الاجريجيت تبعت الديزاين اوف كونكريت ميكس انها تدخل بدون ما يصير في اي سيجريجيشن او يصير في اي segregation او تشيش. فالان بدي اعمل ايش؟ الكفر يكون 5 مل لانه حكمني فيه اللي هو العرض. الان هاي احنا حكينا انه 500 ناقص ال 200 ناقص ال 200 ناقص ال 200 ناقص ال 200. الان لو صغرنا او كبرنا مثلا الفلانج ويدث عملناه متر، الفلانج ويدث عملناه متر، والنوتش ويدث مثلا عملناه مثلا 10 فبصير او 500 خلينا نحكي 500 عملنا النوتش ويدث اللي هي المسافه اللي داخل فيها الرب 10 في 10 فالان اللي هي 500 ناقص 10 ناقص 10 فبصفي عندي كم عرض الويب اللي هو 300 اللي هو 30 سم. طبعا هاي انتم بتعملوها اذا حابين انه تعملوها. طيب الان بدي اصلح هذا الشيء، الان بختار هذا التي تمام، والان بشوف بقائمه الكفر يكون في عندي شيء اسمه 50 مليمتر. في عندي هون 5 مليمتر للاسف غير موجود. طب كيف بدي اعملها؟ بروح على ستراكشر، في عندي هون قائمه رينفورسمنت، من السهم قائمه رينفورسمنت في عندي هون ريبار كفر سيتنج، بعمل كليك عليها وبعمل اد تمام، وبسميه هون مثلا ريبار كفر بسميه تي سكشن سبيشال كفر، بدل ما يكون 40 مل بدي اعمله مثلا 5 مل او احكي لكم 2.5 مل تمام. طيب الان بختار التي موجود عندي هون، برجع على الريبار كفر وبختار ايش؟ ال 3 مل اللي هي 2.5 مل. طبعا هو قربها دي من خصائص الراوندينج في هذا السكشن تمام، وبعمل ابلاي. الان صفى عندي ايش؟ صفى عندي ريبارك. الان بدخل على قائمه الريبار تبعه، انا عامل سلكت عليه من قائمه ريبار وبعمل اوكي، بيظهر لي هاي القائمه.
هاي القائمة فيها إني أختار الحديد. أول شيء أنا في عندي كاني بهذا الشكل، لو رجعنا على على الديتيلز، خلينا نحكي في عند ستير سلاب بدنا ديتيلز درب، إنه بكون في عندي كاني بتغطي الويب، هذه فلات سلاب. طيب أوكي ماشي، في عندي كاني، هاي الكاني بتغطي منطقة الرب بهذا الشكل هيك جاي، تمام؟ طيب الآن بدي أعملها، فبختار أول شيء بختار الشكل اللي بدي إياه من القائمة الموجودة عندي هون، هي ريبار شيب براوزر. طبعاً لاحقاً نقدر نعمل الشيب اللي بدنا إياه، فبختار هاي الكاني. الآن قبل ما أختار الكاني أنا فاتح بفيو اللي هو الإيست. الآن طريقة رسم الكاني هاي، في عندي إيش خيارات للبليسمنت بلان، يعني انه انا برسم في اي منطقه. فانا الان بدي اعمل بشغال في الكرنت ورك بلان، بعمل تشيك عليها. في عندي هون خيارات للبليسمنت اورينتيشن، انه انا الرينفورسمنت اللي بدي اعمله هو موازي لمين، او اورينتيشن اللي هو ترتيبه او موقعه بالنسبه لمين، بالنسبه لهالفيو اللي انا شغال فيها. فانا بختار انا بدي ارسم الكاني موازي لمين، موازي للفيو اللي انا شغال فيه. فأنا بعمل إيش؟ parallel to work plan، تمام؟ طيب الآن بروح بختار هاي الريبار الشيب وبسحبها هون، طيب near to cover لأن مش شغال على الورك بلان، near to cover references اشتغل على إيش؟ على recover، اشتغل على الكفر لأن أنا عرفت الكفر. طيب الآن بدي أحطها بالمكان المناسب، مثلا هون بهذا الشكل بليس، حطيناها بهاي الشكل. الآن بروح على موديفاي، بدي أعمل تشيك عليها، بعدها بدي أكررها. لما عملت سيلكشن عليها بدي أكررها، في عندي هون ريبار سيت، في عندي لي أوت، في عندي إيش سينجل، لا أنا بختارها إنه ماكسيموم سبيسينج ويكون مثلا 20 سنتي، تمام؟ فالآن هو بكررها كل 20 سنتي على طول إيش؟ الربد سلاب. طيب على طول الربد. الآن بدي أقلل ارتفاعها، بدي أنزل ارتفاعها، بمسك النقطة هاي، تمام؟ وبمسك النقطة هاي، طبعا التسليح يعني مش دقيق، بس إنه على سبيل الشرح لا أكثر ولا أقل. الآن أنا بدي أحط، الآن شو بدي أرسم؟ أو إنه بدي أغير الكاني، بدي أغير التسليح للتسليح اللي إحنا بنعرفه، بدي أعمل تغيير لهذا الشيب، الشيب اللي هو بدي أغيره للشيب المغلق اللي هو هذا الشيب اللي هو MT2، بدي أعمل MT2، وينها MT2 هون؟ طيب نعمل إلها ديليت. ونرجع على الريبار، اوكي، وننزلها من جديد MT2، اوكي طيب بهذا الشكل، اوكي تمام. الان بدي ارسم على الجهة الثانية، بدي لاحظوا انه الاورينتيشن تبع مين، تبع الهوك، اوكي بهذا الشكل. طيب الان رسمت كانتين، الان بدي احط ايش؟ بدي احط 4 بار فوق او بارين فوق متيفر، وهون بارين، برجع وين بختار اللي هو M0 مثلا هذا البار، تمام. الان بقدر اغير الفاي تبعه، بقدر اغير الفاي تبعه من edit type، تمام، من edit type في عندي هون الدياميتر تبع البار، بقدر احدده وبقدر العب فيه واحدد اللي بدي اياه، تمام. الان بدي اختار اول شيء، انا ما بدي بشتغل near to cover، يعني انا قريب للكفر، لكن لاحظوا انه الاورينتيشن تبعه هو بيعطيني اياه ايش؟ بارلل للكفر، بارلل للكفر، لكن انا بدي اياه ايش؟ بدي اياه بيربنديكيولر، يكون يقاطع ايش؟ يقاطع الكفر بلان. الكفر بلان هو الفيو اللي انا شغال فيه بهذا الشكل. فالان بروح على بليسمنت اورينتيشن وبختار ايش؟ بختار بيربنديكيولر تو كفر، بيعطيني اني وين احط هاي البارز، تمام؟ وين احط هاي البارز؟ طبعا من قائمة البروبرتيز بقدر اني اغير والعب اللي بدي اياه، تمام. نشوف الشيب، طيب بنغيره بعدين.
طيب الآن بدي أحط بار هون وبار هون، تمام؟ بدي أحط بار هون وبار هون على سبيل الفرض وليس الحصر، وهل هذا التسليح هل هو صحيح أو لا؟ لكن هو لغايات بس الشرح، تمام؟ ممكن هذول البارين أنقلهم فوق. الآن أحمل هذا البار وأعمل له موف وأعمل كنترول لهذا البار كمان وموف لفوق. لا كمان موف، بدي أسويها أورينتيشن مع هذا الشكل من السنتر لبار، تمام. أعتقد إنه هيك يعني واتيفر. الآن لو رحنا على ال 3D، لو رحنا على ال 3D وعملنا سيلكت اخترنا الريبار، تمام، رحنا بالفيو عملنا 3D سوليد سوليد اوكي، تمام. احنا سلحنا هذا، تمام. الآن من السوليد بدي اختار شيدد، بدي اختار فاين، ولاحظوا الآن التسليح، لاحظوا التسليح. فالآن أنا إيش؟ سلحت تي مثل ما بدي. طيب طريقة الكوبي بيست، لأن الطريقة المملة في كل القصص اللي بدي أستخدم الرينفورسمنت لا أكثر من مقطع، فإني أنا بدي أستخدم إيش؟ كوبي بيست. فالآن من سلكشن، تمام، فلتر، تشيك نون، ستراكشرال ريبار، أبلاي، أوكي، تمام. من هون بعمل سلكت لهذا كمان. طيب الآن كوبي بيست، كوبي أو أري، كوبي بنختار من هاي النقطة، تمام، لهاي النقطة. طيب لاحظوا هل يعقل هيك التي؟ إذا هاي الكاني إحنا ما لناش فيها، صح؟ هاي الكاني إحنا ما لناش فيها، فلو عملناها لهاي الكاني عملنا إلها ديليت، وهاي الكانة عملنا لها ديليت، تمام. الآن بيظل بس إني أضع بار، صح؟ أضع بار بهذا الشكل. لو رجعنا على هذا التي عملنا ريبار جديد، بدي أخلي التوب، أخلي بليسمنت لبارلل تو ورك بلان، وأخليها مثلا بهذا الشكل، تمام. الآن هذه الفروقات، هاي الفروقات هي الفروقات التسليح عن إنه أستخدم التي سكشن إني أسلحه لوحده، أو إنه أستخدمه عبارة عن ريكتانجلر وأركب فوقي إيش؟ وأركب فوقي سوليد سلاب. هاي هي الفكرة تبعت التي، تمام؟ وبعدها بكمل بنفس الطريقة، أوكي أوكي، إنه كوبي بيست كوبي بيست لباقي المقاطع. هاي النمذجة بدكم تنتبهوا إلها في حال إنه استخدمتوا هاي الطريقة التي سكشن لحال على أساس إنه ريب سلاب، او انه تستخدموا الطريقه اللي شرحناها سابقا اللي هي اني استخدم ريكتانجولار بيم على بيم سيستم واركب فوقيها سوليد سلاب وبعدها اني اسلحها. الان في طريقه الريبارينج، بس اني اعرج عليها، اني لو دخلت على الكاني هاي وشفت خصائصها، وشفت خصائصها من حيث مثلا بدي اغير القطر تبعها، بدي اغير، الله اكبر الله اكبر، بدي اغير القطر تبعها مثلا من ايديت تايب. في عندي هون البار دياميتر مثلا 9.5 مل اللي هي 10 ملم، انا بدي اخليها مثلا 8 مل، تمام، اعمل ابلاي، اعمل اوكي، تمام. مثلا هون طبعا لازم اعمل ايش؟ دوبليكيت لحتى انه ما يطابق، لحتى انه ما ياخذ نفس النسخه ويعدلها للكل. فانا بدي اعمل اندو كمان على البليس ريبار، عفوا، تمام. بدي ارجع على الكاني هاي واشوف الايديت تايب تبعها هي 9.5 مل، خليها 10 مل ما فيش مشكله. بدي بس القضبان الموجودات هون، تمام، بدي اخليهن، بدي اعمل سلكشن عليهن كاملات، واعمل ايديت تايب، تمام، دوبليكيت، واخليه 14 مل، 14 مل، اعمل اوكي، تمام، اخلي بار دياميتر 14 ملم، تمام. طيب بعمل اوكيز، فالان غير لي اياها للدياميتر كم؟ 14 ملم. فالان مثلا
إذا بدي أشوفه مثل الغايات اللي إحنا اشترحناها سابقاً، مثلاً بعمل سيليكشن. طبعاً بإمكانكم تختاروا تكون شغلكم أدق من هيك، تمام؟ حسب التفصيلة أو الديتيلز اللي بدكم ترسموها. فلتر، تشيك مان ريبار، أبلاي. أوكي طيب، الآن بدي أروح على في في، هي من فيو فيزابيليتي جرافيكس، من فلتر أعمل أد فلتر، أعمل إديت نيو على الريبار. ستراكشرال ريبار، وين الريبار؟ فابريك ارياز، فابريك اي الريبار. اوكي كونتينيو، سيلكت، اد رول، كوماند. طيب انا ليش بدي اعمل هيك؟ لا احنا ليش عملنا هيك؟ بدناش اياها. تمام، لو رحنا اخترنا، مو احنا موحدين اصلا الاقطار، فبالتالي نروح اوفر رايد جرافيكس باي اليمنت سوليد. اللي بدي اغير بس فقط ماتيريال. اوكي ابلاي. اوكي تمام، وهاي اوفر رايد جرافيكس باي اليمنت او باي كاتيجوري اللي بيريحكو، ونخليها احمر. اوكي ابلاي. اوكي نروح على ال 3D. تمام، ال في في، ونشوف الموديل كاتيجوريز، ونختار اللي هي السوليد اللي هي الريبار. بعدها برجع بعيد الخطوات نفسها وبظهر لي الالوان. لحتى ما نطول، الان عملنا احنا الافكار هاي، عملنا التسليح، لاحظوا شكل التسليح وافكار الريبد سلاب والامور هاي. اتمنى انكم استفدتوا من هذا الفكره او هاي الشرح، وان شاء الله لما نكمل المرحله الثالثه بالادفانس راح نشرح اكثر عن كيفيه استخدام هي القائمة من structure اللي هي reinforcement، وشو استخداماتها، كيف بقدر اني انمذج اي مقطع واي عنصر انشائي ممكن انمذجه وممكن اسلحه. يعطيكم الف عافية، ونشوفكم ان شاء الله في درس قادم من اكمال المرحلة الثانية في الريفت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.